يعني مثلا اهم عنصر كان عندي ان انا احط الاطفال، تمام، احط الناس. فانا عندي فولدر مجمع فيه اطفال، اطفال بتلعب وكده. الفولدر ده مثلا كان عندي من مشروع قديم عادي جدا الناس استخدمه تاني، فانا كان في مشروع قديم كنت عامله للاطفال فاستخدمت فيه نفسه وما عادش دور تاني. فحطيت مثلا اطفال، هنا حطيت طفل وكده، طفل تاني وهكذا، تمام. هنا مثلا انا شايف ان الازاز ده كان مش ازاز، مش باين ان هو ازاز، هو ده ممكن يبقى رياليستيك كده، بس انا عايز ادي تاتش اللي هو الفيجواليزيشن. فانا رحت جايب عملت لير تانية واديتها مثلا لون كلر، كلر اوفرلاي، اديته اللون الازرق، وعملت البليند مود في كلر اوفرلاي كلر، واديته جريدينت. فهو كان كده الاول، بعد ما بقى كلر كده، وبعد ما بقى جريدينت كده. يعني ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا بس بتفرق جامد قوي في اللقطه. يعني ممكن جريدينت ده يعني مثلا يوصل معاك ل 25% بس يفرق في اللقطه في الاخر. السحبه دي بتفرق بعد كده في الاخر، تمام. بينت الازاز واديته اللي هو موضوع السخن وبارد ده مهم قوي في اللقطات، يعني بيديها روح رهيبه. فاديته برضو جريدينت. ممكن يكون واحد مش عايز يعمل الجريدينت ده فيشيله برضو، كل واحد حسب المود اللي هو عايز يديه المشروع ده. لاير تاني، تمام، وعملت جريدينت نفس الستايل اللي فات. هو ايه اللي بيحصل؟ ان انا بديله جريدينت الوان عاديه جدا، اصفر وازرق، وبقلل الاوباستي بتاعته. هو كان كده اكيد مش عايزه كده، فبقلل الاوباستي بتاعته لحد ما انا ابقى مرتاح للنسبه اللي هي اللي فيه. ودايما كل ما اعمل حاجه اجرب اعملها تشيك وتشيك، فرقت في اللقطه، فرقت قد ايه كذا، كل واحد وسنسه، تمام. البليند مود ده ممكن ابقى مش متخيل ان انا هختار اوفرلي، اوفرلي فيطلع لي كده، فبقعد اجرب البليند مود. ممكن واحد يختار في الريفلكشن مثلا اوفرلي او الهارد لايت او الحاجات دي، هي اللي يعني الجزء ده كله هو الحاجات اللي فيها لايتنينج تستخدموها، الاوفرلاي، سوفت لايت، هارد لايت، الحته دي كلها. فانا مثلا حطيت هارد لايت المره دي مش اوفرلاي، تمام، وقللت شويه وليكن 10%. ممكن 10% دي تبقى نسبه قليله جدا بس فرق جدا في النشر، عشان بكرر الحته دي كويس، عشان الحاجات دي ممكن ما تحسش بيها في الاول، لكن لو شلتها في اخر اللقطه هتلاقي الموضوع بيفرق جدا، تمام.